أشرف اليوم السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالقاعدة الجوية لعين وسارة بالناحية العسكرية الأولى، أشرف على التدريب النهائي للعرض الجوي المتعلق بالاستعراض العسكري المقرر تنظيمه في إطار الاحتفاء بالذكرى 60 لعيد الاستقلال وتنفيذ تمرير للقفز المظلي الرياضي، والذي نفذه أعضاء الفريق الوطني العسكري رجال وسيدات في هذا الاختصاص. في المستهل وبعد عرض قدمه قائد القوات الجوية تضمن فكرة العرض الجوي، قام السيد الفريق بتفتيش التشكيلة الجوية المشاركة قبل أن يتابع الحضور التدريب النهائي للعرض الجوي الذي أبدع فيه طيارون من خلال تحليهم بالدقة العالية واحترام المسافات والتنسيق التام بين مختلف أنواع الطائرات في تكوين الأشكال الجوية الاستعراضية، مما ينم عن كفاءتهم العالية وقدراتهم الفائقة في التحكم في الطائرات الحديثة ذات التكنولوجيا المتقدمة. تتطلب هذه العملية درجة عالية من الكفاءة والتنسيق. باحترام المسافات والاجتماعات المحددة نتقدم إلى تشكيل وحوامتان مثاليتان والجهتان الثالثتان للقوات بدراسة يختتم النسق الثاني للاستعراض بتشكيل زوجي بمروحيتين تابعتين المدير. والموجهة لتدمير الاهداف الثابتة والمتحركة. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. تحيا الجزائر.